ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ خالد داود، مدير تحرير الأهرام ويكلي. أستاذ خالد مساء الخير، أهلا بك. يعني لا أعلم إن كنت تسمع ما قدمناه من معلومات قبل قليل، وهذا الدمار والخراب يعني حقيقة هي معلومات صادمة من المؤسسات الأممية. الأمم المتحدة تقول بأن عمليات إزالة المخلفات في غزة قد تستغرق 14 عاما، نتحدث عن 37 مليون طن من الركام، نتحدث عن سنوات لإزالة الألغام التي لم تنفجر والقنابل التي لم تنفجر. كيف ترى هذا المشهد؟ يعني مساء الخير أولا، وطبعا مشهد مأساوي بكل تأكيد. ويعني كما وصف العديد من الراقبين أن الحرب التي تدور في غزة منذ ما يقترب من 7 شهور الآن ربما هي الأعنف على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، ونتحدث عن مقارنات بدريسدن في ألمانيا عندما قام الحلفاء يعني محو هذه المدينة من على الأرض، وفي إطار يعني الحرب التي كان يشنها الحلفاء ضد الجيش الألماني والنازيين في ذلك الوقت. فبالتالي يعني نحن نتحدث عن مأساة حقيقية، وأعتقد أن هي يعني ببساطة حملة انتقامية من جيش عدواني يرتكب جريمة إبادة جماعية. وفي الواقع أنا يعني أستاذ عمرو بجد صعوبة كبيرة حتى في وصفها بالحرب، لأنه عمليا هو عدوان من قبل الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، لأن في نهاية الأمر لا يمكن مطلقا مقارنة ما يمتلكه الجيش الإسرائيلي من إمكانيات، طائرات، دبابات، سفن، يتم استخدام كل هذه الوسائل من أجل يعني تسوية قطاع غزة بالأرض. وبالتالي يترتب على ذلك طبعا مثل هذه الكوارث اللي حضرتك تحدثت عنها، وطبعا يعني فوق كل ذلك الكارثة البشرية. نتحدث الآن نقترب كأنه عداد لا يتوقف عن العد بسرعة من 35,000 شهيد، نتحدث عن ما يزيد عن 10,000 ما يزالوا تحت الأنقاض. يعني هؤلاء 10,000 الذين ما زالوا تحت الأنقاض، قرأنا أيضا من منظمة الصحة العالمية أن تحلل هذه الجثث من الشهداء يهدد بانتشار الأمراض. فيعني مأساة، مأساة بكل المقاييس، ويعني يفوق أي وصف. 70,000 مصاب في هذه الحالة. بالضبط بالضبط، يعني أعتقد أن احنا نقترب عمليا من 80,000 مصاب، ووفقا للرئيس محمود عباس يعني الإجمالي القتلى والشهداء يقترب الآن ويفوق يعني 150,000 ما بين بالمصابين. جريح وشهيد ويعني وكل هذه الأمور. وطبعا يجب كل مرة أن نذكر أن من بين هؤلاء الشهداء يعني ثلثيهم من الأطفال والنساء، فهذه جريمة يعني لا تغتفر. وربما هذا هو ما يبرر ما يتداول مؤخرا من تقارير بشأن نية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال ليس ضد يعني مسؤولين صغار، ولكن نتحدث الآن عن نتنياهو، نتحدث عن جالنت، يعني نتحدث عن رئيس الأركان هاليفي. هؤلاء هم المهددون الآن من الملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تماما كما صدر قرار مماثل بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رغم يعني أن في النهاية بغض النظر عن موقفنا من الحرب الروسية الأوكرانية، حجم ما ارتكب في أوكرانيا من فظائع لا يمكن مقارنته بما تم ارتكابه طيب في غزة. كيف تقيم الرد الأمريكي، الرد الأمريكي على هذه المعلومات بشأن التحقيقات في جرائم الحرب ضد المسؤولين الإسرائيليين؟ الولايات المتحدة والبيت الأبيض وجهوا تحذيرات شديدة اللهجة للمحكمة الجنائية الدولية، كيف ترى هذه الخطوة؟ يعني شوف حضرتك، احنا منذ البداية بنقول ان الولايات المتحدة شريك في جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وبالتالي يعني نحن نشهد ايضا من الكونغرس يعني من مجلس النواب على وجه التحديد تهديد مباشر، كأن يعني محكمة الجنائية الدولية رغم ان الولايات المتحدة ليس عضوا فيها واسرائيل ليس عضوا فيها، فنشهد تهديدات بملاحقة القضاء وملاحقة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نوع من العنجهية، يعني لا يمكن يعني القبول به بأي شكل من الأشكال. وبالتالي يعني ونرى أيضا كل ما يحدث في الولايات المتحدة، كنت أقرأ قبل قليل أن عدد الطلبة الذين تم اعتقالهم حتى الآن على مدى الأسبوعين الماضيين منذ بدء المظاهرات الداعمة لقطاع غزة تجاوز 1200 طالب، ويعني ضغوط شديدة من كبار الممولين لهذه الجماعات بسحب تمويلهم إذا لم تتوقف هذه المظاهرات
فبالتالي رد الفعل الأمريكي بصراحة رد مخزي ويؤكد هذه الشراكة، وكل ما نسمعه من كلام معسول من بلينكن يصور الأمر وكأن كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو المساعدات الغذائية. يتحدث عن فتح ممر جديد تدخل من خلاله الشاحنات من الأردن إلى شمال قطاع غزة عبر معبر أرس، يتحدث عن هذا الميناء اللي سيكون تشغيله معقد للغاية ويتكلف يعني ملايين الدولارات، بينما يمكن ببساطة أن نطالب الجانب الإسرائيلي بفتح المعابر والسماح بدخول هذه يعني المئات من الشاحنات التي تتكدس على الجانب المصري. فلكل هذه الأسباب وطبعا فوق كل ذلك وأهم من كل ذلك كم الأسلحة التي تقوم الولايات المتحدة بتوفيرها للجانب الإسرائيلي، ومؤخرا هذا المبلغ الضخم الذي تم إقراره لتوفير المزيد من السلاح إلى الإسرائيليين. وطبعا كذلك نسمع دائما من السيد بلينكن، وأنا كنت أقرأ في أحد الصحف الأمريكية كأنه أحد تجار البازار، في كل مرة يقول أن الضغط يجب أن يكون على حماس، أن العرض الذي تقدمه إسرائيل هو عرض رائع وهي فرصة ذهبية، ولا يتحدث مطلقا عن مسؤولية إسرائيل والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، بل على العكس نسمع من المتحدث بالخارجية باسم الخارجية المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه لا يوجد لديهم أدلة تشير إلى ارتكاب إسرائيل إلى جرائم حرب، وهذا هو ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في هذه الجرائم إلى جانب سلسلة القرارات النقد الفيتو الذي تم استخدام أو التي تم استخدامها في مجلس الأمن، وعدم الاهتمام بتطبيق قرارات مجلس الأمن التي دعت مؤخرا. طيب ما الحل أستاذ خالد؟ يعني ما الحل؟ يعني وأنت تتحدث يعني نحن نعرض عدد من الفيديوهات للكاميرات وهي تتجول في مدن قطاع غزة، يعني دائما ما نسمع عن مصطلح مدن الأشباح، ولكن هذه الفيديوهات فعلا هي تنقل لنا هذا المصطلح على الأرض، مدن أشباح، لا يمكن أن تكون هذه مدن سيسكن فيها بشر حتى وإن عاد النازحون، إلى أين سيعودون؟ السؤال ما وكيف سيتم إنهاء هذه المأساة؟ والله المشكلة أستاذ عمرو يعني وزي ما حضرتك بتقول هي مدن أشباح ومن المستحيل العودة إليها، وفي نفس الوقت نستمع إلى كل هذه التهديدات يعني يعني المستهترة من قبل نتنياهو بالاقتراب وبالإصرار على اجتياح رفح، كأنه هناك يعني خطة يعني ممنهجة لتدمير كل قطاع غزة. يعني حتى حينما يتحدثون عن أو يتحدث الجانب الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا أنه قد بدأ بالفعل إجلاء السكان من مدينة رفح إلى مناطق أخرى داخل القطاع، والأمريكيين أنفسهم يعني جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وكبار المسؤولين الأمريكيين يقولون للإسرائيليين لا تجتاحوا رفح لأنه عمليا لا يوجد مكان يمكن أن يذهب له الآن هؤلاء الفلسطينيين المكدسين 1.3 مليون يمكن أن يذهبوا إليها إذا تم بالفعل اجتياح رفح. وما يقترب الآن من يعني لم يعد أحد تقريبا يأخذ على محمل الجد هذه التهديدات المتواصلة من قبل نتنياهو بأنه كل يومين أو ثلاثة يقول سنجتاح رفح، تم اتخاذ قرار اجتياح رفح، ولكن في النهاية أنا أعتقد أن العامل الرئيسي أو من ضمن العوامل الرئيسية التي ستدفع نحو إنهاء هذه الحرب هي الانقسامات الداخلية الإسرائيلية. أنا كنت أقرأ قبل قليل تصريح لنائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يائير جولان ويقول أن ما يحدث هو هراء، أن نتنياهو الآن يتحدث وكأن هدف الحرب برمتها هو تدمير رفح، وكأن أصلا المناطق التي تم تدميرها في الوسط وفي الشمال تم إخلاؤها من مقاتلي حماس، وعمليا في كل مرة يتم الحديث عن السيطرة الكاملة على منطقة ما نرى فيها عمليات تستهدف الإسرائيليين ويتم قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. يائير لبيد نفسه نعم أنا آسف يعني، لكن حتى يائير لبيد زعيم المعارضة قال منذ قليل بأن إسرائيل تحولت إلى رهينة بيد متطرفين عديمي المسؤولية على حد قوله. هذه هي المشكلة الحقيقية، يعني أنه الآن الجميع يتحدث وأنا لا أستسيغ ذلك كثيرا أن نتنياهو هو رهينة للدواعش في حكومته والمتطرفين ومجرمي الحرب المدانين في إسرائيل نفسها بالإرهاب بن غفير وسموتريتش الذين يحذرون نتنياهو من رفع الراية البيضاء، رغم أنني أرى بصراحة أن نتنياهو نفسه ينتمي إلى نفس هذا التيار. نتنياهو على مدى تاريخه السياسي 30 عام هو حارب قضية الدولة الفلسطينية، وهو الذي سعى إلى تكريس الانقسام بين رام الله وبين صحيح. قطاع غزة،
ويعني من أجل قتل ووأد الدولة الفلسطينية. ولهذا السبب أنا أعتقد أنه ربما لو صدقت على الأقل التقارير الصادرة من إسرائيل أن مجلس الحرب أو ما يسمى حكومة الحرب المصغرة قد تشهد انشقاق من قبل بني جانس ومن قبل إيزنكوت الأعضاء في هذه الحكومة نتيجة لتعنت نتنياهو، أو في حال بالفعل يعني لن يستجيب للمظاهرات الضخمة التي نشهدها في الشوارع ومظاهرات أهالي الأسرى. شهدنا في الأيام الماضية قيام حركة حماس يعني نشر 3 فيديوهات أو على الأقل 2 من الفيديوهات لواحد من الأسرى ثم 2 أسرى آخرين، ومنهم يعني يجب أن نشير إلى ذلك 2 ممن يحملون الجنسية الأمريكية. وأنا استغربت جدا عندما يعني مؤخرا قرأت بيان من قبل 17 دولة ينتمي مواطنيها إلى الجنسيتين الإسرائيلية وجنسية أخرى مزدوجة، إما أمريكية إما فرنسية إما كندية إما إسبانية. ولو كان هؤلاء يعني حريصين بمثل هذه الدرجة فليضغطوا على الجانب الذي يمنع وقف هذه الحرب الإبادة وهذا الجرائم الحرب، ليضغطوا على نتنياهو من أجل أن يوقف هذه الحرب ويوقفها بشكل نهائي وليس بشكل مؤقت. لأن يعني حركة حماس لن تقف، والسنوار وكل من الأسماء التي يتحدثوا عنها لن يصمدوا في مكانهم في رفح ينتظرون أن يأتي إليهم الإسرائيليين، وبالتالي هذه الحرب فقدت معناها بالنسبة للعالم بأكمله وأصبحت تسبب الكثير من المشاكل، وخاصة للرئيس الأمريكي جو بايدن في الوقت الذي يتحد فيه الحزب الجمهوري خلف ترامب، وهناك 92% من الجمهوريين يقفون خلف ترامب بسبب مواقفه، فنجد أن الديمقراطيين منقسمين، وأن 81% من الشباب الأمريكي أقل من 35 عام تعارض سياسة بايدن تجاه إسرائيل وتتهمه بالشراكة. وبالتالي هؤلاء الشباب لو لم يذهبوا في نوفمبر المقبل للتصويت لصالح بايدن فعمليا ترامب سيفوز في هذه الانتخابات، وهذا هو ما سيدفع المظاهرات الداخلية والضغوط الداخلية داخل إسرائيل، وموقف الولايات المتحدة والضغوط على الرئيس بايدن هما العاملان الرئيسيان اللذان قد يدفعان عمليا إلى وقف هذه الحرب المجنونة بالفعل. طيب اسمع لي أستاذ خالد داود، أنا انضم إلينا من رام الله السيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح. أستاذ عبد الفتاح مساء الخير وأهلا بكم. يعني كنا نتحدث مع ضيفنا من القاهرة السيد خالد داود عن التطورات الجارية والمشاهد المأساوية التي كنا نتابعها على شاشة القاهرة الإخبارية للتو من داخل قطاع غزة. والسؤال كنت طرحت عليه آخر سؤال، متى وكيف ستنتهي هذه المأساة؟ هل ترى بأن الأيام القادمة قد تحمل انفراجة؟ حقيقة كنت أسمع واستمعت إلى المقدمة وإلى التقرير، وبالرغم أننا نعيش الفاجعة لحظة بلحظة في فلسطين شعرت وكأني أسمع هذا للمرة الأولى، وشعرت بشيء ما يقطع ويدمي القلب، ولا يعني أعرف كيف تمكنت الإنسانية من الصمت 7 أشهر على هذه المذبحة دون القيام بأي خطوات فعلية لوقفها. أستاذ عمر لك التحية وكل التحية لهذه المنصة العربية الأصيلة التي تقف على الوجع والهم والحق الفلسطيني، والتحية للأستاذ خالد المشاهدين الكرام. يعني لم نكن نتوقع أن يصل الحد بهذه الجريمة وهذه المذبحة المتواصلة بكل ما وصل إليه الحال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الفلسطينية. أكثر من 75% من قطاع غزة قد دمر، والأهم الإنسان الفلسطيني الذي استهدف بالقتل والتجويع والأمراض والأوبئة التي تنتشر في قطاع غزة. لا أمن ولا أمان ولا غذاء ولا دواء ولا لا شيء له علاقة بالحياة في قطاع غزة، فقط ينتشر الموت والدمار الذي ينم عن هذه العقلية الإجرامية التي تقود دولة الاحتلال وتسعى إلى شطب وجود الشعب الفلسطيني. ولذلك كنا نتوقع أن يسهم الموقف الفلسطيني إلى جانب الموقف العربي الموحد، ومصر أحد هذه الدول التي تتبنى الموقف الفلسطيني وتناضل من أجله في كل الساحات والمساحات السياسية والدبلوماسية، وتحاول أن تشكل حالة من الضغط وتحاول أن تصل إلى اتفاق يوقف النار ويجنب الشعب الفلسطيني هذا العدوان ويدخل المساعدات بما يعيد ما تبقى من حياة إلى قطاع غزة. لا أعرف لماذا عجزت المنظومة الدولية أمام هيمنة أمريكا من أن تضع حد لهذه المذبحة، وما الذي مطلوب أن يدفعه الشعب الفلسطيني أكثر
حتى يتحرك العالم، وما هو مطلوب أن يمارس من جرائم أكثر مما يمارسه هذا الاحتلال حتى يتم وضع حد لهذا الاحتلال ولهذه الجريمة. حقيقة يعني لم يعد في غزة شيء إلا بعض ما يتحلى به الشعب الفلسطيني الغزي من أمل الحرية والخلاص من هذا الاحتلال، لكن يعني كلكم تتابعون وقد قدمتم ذلك بشكل واضح كيف يعيش الشعب الفلسطيني وكيف يعيش قطاع غزة مأساة إنسانية لم يشهدها التاريخ المعاصر وربما التاريخ بهذه البشاعة أبدا. طيب بتقديرك يعني من يتحمل الآن كلفة إعادة الإعمار؟ كيف سيتم إعادة إعمار القطاع؟ نحن نتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية، البعض يتحدث عن 70 مليار دولار أمريكي، البعض يتحدث عن أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، نسمع أرقام ضخمة جدا. من الذي سيتحمل كلفة الإعمار؟ لا نتحدث عن تعويض البشر لا يعوض، ولكن نتحدث عن الحجر، كيف سيعوض الحجر؟ صحيح أستاذ عمر، أنا اطلعت إلى عديد التقارير التي تقدر كلفة إعادة الإعمار. الرقم المتوسط يتحدث عن 50 مليار، كان هناك رقم يتحدث عن 70 وربما أكبر. من يتحمل هذه المسؤولية؟ العالم، العالم الذي صمت عن هذه المذبحة يتحمل مسؤولية أخلاقية ومهنية على إعادة الحياة والإعمار لهذا المكان الذي دمر، وكان بإمكان العالم والمنظومة الدولية والأمن والأمنية والقانونية أن تضع حد لهذا الاحتلال وأن تمنعوا عن هذه المذبحة وعن هذه المجزرة، لكن صمتوا عليه. وأخلاقيا ومهنيا على دول العالم وتحديدا تلك الدول القادرة على تقديم الدعم لإعمار قطاع غزة أن لا تدخر جهدا ولا مالا من أن تقدمه للشعب الفلسطيني، فأقل تقدير لهذا الشعب الذي تعرض لهذه المأساة الأكبر. وبالتالي نعم، على العالم أن يلتئم، على المنظومة الدولية أن تلتئم، وأن تلتئم كل هذه الدول لتقول كلمتها في هذا الأمر ولتقدم كل ما لديها من إمكانيات وقدرات لإعادة إعمار قطاع غزة. طب اسمح لي وأيضا أستاذ خالد، اسمح لي أن انضم إلينا دكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة والمتواجد في القاهرة. دكتور عائد تحياتي لك. يعني كيف ترى دكتور عائد هذه الأوضاع خصوصا في القطاع الصحي؟ لدينا رقم خطير للغاية، هناك أكثر من 60,000 امرأة حامل في قطاع غزة لا تجد مكان للولادة ولا تجد أي معاونة طبية، نتحدث عن عشرات الآلاف من مرضى الأورام والقلب والأمراض المزمنة لا يجدوا قرص دواء. أرجوك انقل لنا الصورة في هذه الجزئيات. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. ليست هذا الرقم هو ما لدينا، جميع الأرقام التي يمكن ذكرها هي أرقام كارثية ولا يمكن تصديقها، وخاصة نحن اليوم في القرن 21 حيث يعني العالم كله مفتوح والكل يشاهد ما يحدث من إبادة جماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. عندما نتحدث عن الأوضاع الكارثية هي كلمة مبسطة لما يعيشه المواطن الفلسطيني اليوم في قطاع غزة. نحن نتحدث عن حتى الآن أكثر من 34,000 شهيد، أكثر من 77,000 جريح، ما زال الآلاف من المواطنين الفلسطينيين إما مفقودين أو تحت الأنقاض. نتحدث عن عشرات الآلاف من مرضى السكر، لدينا في قطاع غزة أكثر من 71,000 مريض يعانون من مرضى السكر، لدينا 220,000 مريض أيضا يعانون من أمراض الضغط، لدينا يعني سنويا يتم اكتشاف حوالي 2000 حالة مريض سرطان من بينهم 120 طفل سنويا، لدينا الكثير من المآسي، بالإضافة إلى كما ذكرتم يعني يوميا يشهد قطاع غزة ولادة 180 طفل جديد، لكم أن تتخيلوا هذا الرقم طفل الكبير كل يوم. 180 طفل يوميا تشهد يعني مرافق الصحية في قطاع غزة استقبال لهؤلاء المواليد الجدد، فلكم أن تتخيلوا كيف في ظل هذه الظروف يمكن استقبال مواليد جدد. نحن نتحدث عن استمرار لعدوان
همجي بربري أصاب ليس فقط البشر وإنما الحجر، ودمر جميع البنية التحتية، ودمر أيضا المستشفيات والنظام الصحي الفلسطيني. نحن نتحدث اليوم فقط أقل من 9 مستشفيات من أصل 36 مستشفى يعمل، فقط تعمل بشكل جزئي. بقية المستشفيات خرجت عن الخدمة إما بسبب قصفها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عدم وجود الوقود اللازم لتشغيل هذه المرافق. لكم أن تتخيلوا النساء اللواتي هن بحاجة لرعاية طبية، وخاصة الحوامل منهن، لا يستطيعون التردد على مراكز الطبية. كيف تتعاملوا دكتور يعني مع هذه الجزئيات؟ يعني هناك بالتأكيد مرضى يحتاجون إلى جراحات، هناك حالات طارئة، هناك من يصاب بسكتة أو بجلطة أو بما شابه عارض طبي مفاجئ. لو أصيب أحد في قطاع غزة بهذا طيلة 7 أشهر، والله أعلم إلى أي فترة ستستمر هذه الحرب، إلى أين يتجه؟ صحيح ما تحدثتم به، ولكن يعني المأساة أكبر من ذلك بكثير. جميع وسائل الإعلام تركز على عدد الشهداء والجرحى، وهذا صحيح والتركيز على ذلك، ولكن أيضا يوميا نفقد مئات الأشخاص أو عشرات الأشخاص نتيجة لعدم توفر الأدوية، أو نتيجة لتراجع مستوى التغذية لديهم. الكل تحدث عن حالة المجاعة التي وصلت إليها مناطق محددة في قطاع غزة، وبالأخص مناطق شمال غزة. نحن نتحدث عن 1 من كل 3 أطفال من تحت سن 5 سنوات هو يعاني من سوء تغذية حاد في مناطق شمال غزة. هذه هي الأرقام الحقيقية. عندما نتحدث عن المرضى أين يتوجهون، هناك تم إقامة العديد من النقاط الطبية سواء في مراكز الإيواء أو في أماكن أخرى يعني بين الخيام، وأيضا تم إقامة العديد من المستشفيات الميدانية. ولكن مرة أخرى، جميع ما تم إقامته لا يفي بالغرض. المطلوب هو وقف هذه الإبادة التي تمارس يوميا بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والمطلوب العمل على إعادة تشغيل جميع المراكز والمستشفيات وإعادة تأهيلها وتزويدها بالوقود اللازم، وأيضا يعني تزويدها بالأجهزة الطبية. كل العالم تفرج على المشاهد التي خرجت سواء من مجمع الشفاء الطبي في محافظة غزة أو من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، والتي تحولت من أكبر مستشفيات موجودة في قطاع غزة إلى أكبر مقبرة جماعية للمواطنين الفلسطينيين نتيجة لهذا القتل ولهذا الدمار المتواصل. للأسف الشديد هذه المآسي يعني تحدث يوميا أمام نظر وأمام أيضا تشهد صمت من المجتمع الدولي الذي لم يستطع إيقاف هذه الإبادة. وكأن دولة الاحتلال هي دولة ليست فقط خارجة عن القانون، وإنما هي أيضا فوق القانون. للأسف الولايات المتحدة الأمريكية هي راعية لهذا الاحتلال ولجميع التصرفات والممارسات التي تمارس بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. طيب اسمح لي أعود للقاهرة مع الأستاذ خالد داود. أستاذ خالد، يعني سأطرح سؤال قد يعني يتصور المشاهد أو حضراتكم بأنه يعني لا محل له في الإعراب، لا في المكان ولا في الزمان، ولكن رأينا في سوابق تاريخية دولية بأن الدولة المعتدية قد تحملت كلفة إعادة الإعمار بشكل أو بآخر، خصما من أموالها في الخارج، خصما من ثرواتها، من أمور كثيرة جدا. يعني عذرا، نتمنى أن تتوقف الحرب اليوم، ولكن إن حدث هذا، هل ستتحمل إسرائيل أو من دعم إسرائيل ووفر لها الغطاء جزءا من هذه الكلفة؟ يعني للأسف الشديد حتى الآن هو المطروح لا أحد يتحدث عن تحمل الجانب الإسرائيلي بتكاليف هذا العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة. والأرقام التي نسمعها فقط هي التي ترد من الولايات المتحدة الأمريكية في القرار الأخير الذي صدر عن مجلس النواب بتخصيص نحو 9 مليار دولار من أجل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وليس قطاع غزة فقط ولكن للسودان ومناطق أخرى وإثيوبيا. فبالتالي يعني نصيب قطاع غزة قد لا يتجاوز 2 أو 3 مليار من قبل الولايات المتحدة. ولكن يعني الأسوأ من ذلك أننا نسمع من إسرائيل يعني مطالبة للدول العربية بتحمل نفقات إعادة إعمار قطاع غزة،
وكل ذلك من دون وجود أفق سياسي. يعني نحن سمعنا من بعض الدول العربية النفطية مثل السعودية والإمارات على الاستعداد للمساهمة في إعادة تكليف في إعادة يعني في تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة، ولكن على الأقل ربط ذلك بوجود مشروع سياسي حقيقي ووجود يعني مفاوضات سلام تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ولكن يعني نتنياهو ورغم كل الجهود التي بذلت على مدى الأيام الماضية والتي شهدناها في المملكة العربية السعودية عندما تجمع بلينكن مع كل الوزراء العرب والكل كان يتوقع أنه سيتم التوصل لاتفاق ما من أجل وقف هذه الحرب وبدء التفاوضات أو المفاوضات من أجل إنشاء هذه الدولة الفلسطينية، فإذ نتنياهو يعني يصدم الجميع بتصريحات غير مفهومة مطلقا قالها في لقاء مع أسر السجناء الإسرائيليين لدى حركة حماس، وقال أنه سيتم اجتياح رفح في جميع الأحوال، أنه ما زال متمسك برفض إقامة الدولة الفلسطينية واعتبار ذلك مكافأة للجانب الحماس وما قاموا به في 7 أكتوبر. فبالتالي يعني نحن للأسف الشديد لا نعيش في ذلك العالم الذي يتعامل بنفس القدر من المساواة مع الدول التي ترتكب اعتداءات. وحضرتك بالفعل يعني كنت أشرت إلى تحميل دول معينة مسؤولية تكاليف الحروب التي أشنها، ورأينا الولايات المتحدة مؤخرا تصدر قرار بمصادرة الأموال الروسية الموجودة في البنوك الأمريكية وتوجيهها لأوكرانيا من أجل دفع تكاليف الحرب هناك. وبالطبع يعني في ضوء كل ما شاهدناه على مدى الشهور 7 الماضية من يعني شراكة من الولايات المتحدة في هذه الحرب ضد إسرائيل، فمن غير المتوقع أن يعني نرى أن الجانب الإسرائيلي يتحمل المسؤولية، ولكن ربما يكون هناك يعني بعض الـ يعني العقاب للجانب الإسرائيلي من إذا بالفعل صدقت المحكمة الجنائية الدولية وصدرت قرارات بالاعتقال ضد نتنياهو وجالنت ورئيس الأركان، وإن كان ذلك بالطبع سيعني يصبح أمر شديد الصعوبة أيضا ويواجه الكثير من الضغوط الأمريكية. نعم. طيب الضغوط أيضا ليست فقط أو الخسائر ليست فقط في قطاع غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية، وهناك أرقام كثيرة جدا عن الخسائر والاقتصادية والأوضاع الاقتصادية المتردية في الضفة الغربية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية. أستاذ عبد الفتاح يعني وأنت موجود في رام الله، كيف تتأثرون بهذه الضغوطات الإسرائيلية عليكم؟ بكل تأكيد التأثير وصل إلى كل مكان في الضفة الفلسطينية. نعم لربما الوضع يختلف عن قطاع غزة، لكن اقتصاديا هو لربما طال كل بيت فلسطيني على أكثر من صعيد. على سبيل المثال هم لا يزالون يسرقون ويقتطعون أموال المقاصة الفلسطينية الضريبية وهي تغطي جزءا كبيرا من رواتب الموظفين في الضفة وفي غزة. يعني نصيب غزة من هذه المقاصة من هذه الرواتب 72 مليون دولار. المواطن والموظف الفلسطيني يتقاضى تقريبا نصف الراتب منذ أمد بعيد، إلى جانب أنهم في كل اجتياح أو اقتحام لأي من مدننا وقرانا ومخيماتنا بدأوا نهجا جديدا يقوم بتخريب كل البنى التحتية واقتلاع الشوارع والكهرباء وشبكات المياه وكل البنى التحتية لهذه. رأينا هذا مؤخرا في طول كرم ومن قبل في جنين، يعني رأينا تجريف للطرق وهدم البنى الأساسية، يعني ليس فقط يعني عمليات عسكرية. نعم صحيح، وأيضا يعني المدخول الفلسطيني بات محدودا، ولا ننسى عشرات آلاف العمال الذين كانوا يعملون في الداخل المحتل هم الآن يعني يعيشون بلا عمل وبلا أي دخل بتاتا. هذه البيوت كلها تحولت إلى بيوت فقيرة، هذه البيوت تعد عشرات آلاف البيوت، حقيقة حالة من الضيق الكبير التي يعيشها الشعب الفلسطيني تاجا لهذا العدوان وهذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني. وحقيقة هذا جزء يعني من هذا المشروع وهذا الهجوم الممنهج والمبرمج الذي يقصد منه إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادة هذا الشعب الفلسطيني. ولذلك كل هذا الأمر بحاجة أن يجد علاجا على كل الأصعدة، لكن نحن تحت كل الظروف نفكر في غزة أكثر ما نفكر في أكيد طبعاً. وقلنا أنهم لو قطعوا عنا الرواتب وأموال المقاصة بالقدر الذي يدفع إلى قطاع غزة كل ما يدفع منها
يدفع لغزة قبل أن يدفع للضفة. طيب. ونريد أن نتقاسم لدينا وأن نعيش بالقدر الموجود إلى أن نتجاوز هذه المحنة. طيب اسمح لي أختم مع الدكتور عائد ياغي في نصف دقيقة. دكتور عائد وأعتذر جدا جدا لك لضيق الوقت، يعني ما الذي يريد القطاع الصحي في غزة بشكل فوري وليس حتى بشكل عاجل؟ يعني بشكل فوري ما نتطلع إليه هو وقف هذا القتل ووقف هذا الدمار ووقف هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة، وأيضا يعني فتح جميع المعابر والسماح بإدخال جميع المساعدات الإنسانية وفي مقدمتها الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والسماح للمرضى وللجرحى الفلسطينية بالسفر للعلاج للخارج، وتزويد أيضا مستشفيات قطاع غزة المتبقية على يعني التي ما زالت تعمل بالفرق الطبية اللازمة لإجراء عمليات جراحية لا يمكن إجراؤها الآن، إما لنقص المعدات أو لعدم وجود الطواقم الطبية القادرة على إجراء هذه العمليات. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي الدكتور عادل عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، شكرا جزيلا لك. وأيضا أشكر ضيفي من رام الله السيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، وكذلك شكر موصول لضيفنا من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكلي. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام.